حظرت أوكرانيا رسميا إدخال أي نوع من الأسلحة إلى البرلمان أو مجلس الوزراء أو الإدارة الرئاسية. القانون يمنع إدخال أسلحة بيضاء أو أسلحة نارية أو أي متفجرات إلى هذه المقرات، وتطبق هذه القواعد على نواب البرلمان الأوكراني أيضا. القانون وقعه الرئيس الأوكراني بيترو باروشينكو ويدخل حيز التنفيذ بداية من يوم نشره على الوثيقة الرسمية.